بيخفوا من الضحك. لا لا انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. عمرك تخيلت ان الضحك يبقى مرض يخليك تفقد السيطره على نفسك وينهي حياتك؟ في خمسينيات القرن الماضي اكتشف العلماء مرض اسمه كورو او الضحك الممي، وبينتقل للانسان عن طريق اكل لحوم البشر خاصه الدماغ. وانتشر المرض ده في قبيله فور في دوله غينيا، والمرض ده بيكون ناتج عن فيروس بيصيب الجهاز العصبي المركزي وبيتسبب في حدوث اعراض مفاجئه زي نوبات من الضحك الهستيري ورعشه شديده في الجسم مع الم في الراس والعظام والمفاصل. ومع مرور الوقت بيلاقي المريض نفسه عاجز تماما عن البلع والاكل والتنفس، وبتنتهي حياته خلال سنه واحده من ظهور الاعراض. طب ازاي ممكن حد يجيله المرض ده؟ قبيلة فور كان عندهم عادة غريبة شوية، لما بيموت حد عندهم بدل ما يعيطوا عليه بيطبخوه. بيطبخوا الميت وبياكلوا أجزاء منه اعتقادا منهم إن كده بيكون الميت قريب ليهم وإن ده نوع من أنواع التكريم. وهنا العدوى بتتنقل من خلال طبخهم لدماغ الميت وأكله، وبيتوصوا قوي بأكل النخاع اللي في العظم، وده اللي بيسبب مرض جرثومي قاتل في الدماغ. اللي أكد عليه العلماء إن الدماغ البشري بيحتوي على ما يسمى بالبريونات الفتاكة، وهي جزيئات بروتينية تتراكم في الدماغ وبتأثر على عملها بشكل سليم وبتسبب لمتناوليها مشاكل في السلوك والرؤية والتوازن.